وردنا لكم مرة ثانية مشاهدينا، ودامنا في فصل الشتاء فعاليات كثيرة نشهدها في هاي الفترة، خاصة مع موسم الأعياد. نتعرف اليوم على فعاليات وأنشطة فنادق فورموث بفروعه المختلفة في دبي وعمان والفجيرة، ويا ضيفنا أحمد عبد ربو مدير إدارة المبيعات والتسويق مجموعة فنادق فيرمونت الإمارات. أهلا وسهلا فيك معنا. أهلا بكم، صباح الخير. نورنا اليوم. صباح النور والسرور، يعطيك الصحة والعافية. وأكيد بدينا الشتاء، يعني راح يزيدون أكيد الناس لزيارة الفنادق بمختلفها في دبي ودولة الإمارات بشكل عام. لو تكلمنا بداية عن فيرمونت دبي وعمان وفجيرة، أكيد لو تكلمنا بشكل عام كيف أنتم كوجهة سياحية يكون عندكم النمو السياحي في هذه الإمارات؟ مظبوط. بالنسبة لنا كمجموعة فنادق فيرمونت الإمارات، إحنا دايما حريصين أن يكون دايما سباقين، أن إحنا بنلبي احتياجات زوارنا ونزلنا سواء من خارج الدولة أو من داخلها. فبذلك إحنا دايما بنحرص أن يكون في كل فرع من فنادقنا في الإمارات أن يكون في عروض ترويجية حصرية شاملة للأفراد وللأسر، أن إحنا نديهم الفرصة أن هم يستمتعوا أكتر بطرق مختلفة للسياحة الداخلية. فمثلا في منتجعاتنا عجمان والفجيرة اللي هي عليها طلب كبير جدا من السياحة الداخلية، بنوفر خدمة الإقامة الشاملة اللي هي الـ All Inclusive. دي بتكون مميزة وبتكون مناسبة جدا للأسر اللي عندهم أطفال، لأن جميع الوجبات خلال اليوم على مدار اليوم في جميع المطاعم والكافيهات الموجودة في المنتجعات بتكون شاملة. بالإضافة لدوت احنا بنوفر فريق خاص للإنترتينمنت، للبرامج الترفيهية، بيكون على مدار اليوم أيضا للكبار والأطفال. وإن إحنا نقدر نساهم أكتر في ترويج السياحة الداخلية، بنبعت لكل الهيئات الحكومية والشركات اللي إحنا بنتعامل معها كالفنادق كل العروض ديت علشان جميع الموظفين يستفادوا. وأيضا بنبعت العروض للشركات السياحية المتخصصة لترويج السياحة الداخلية في الدولة، نعم، لتوصل لأكبر عدد ممكن من المواطنين. جميل جدا، يعطيكم العافية. بالتأكيد إنجازات كثيرة حققتوها في 2022، خبرني عنها. بالفعل عام 22، بس قبل ما نتكلم عن عام 22 حابب أذكر بالنسبة لنا كعاملين أو مختصين في قطاع السياحة، كان كل التوقعات أن بحلول عام 23 2023 و2024 هنبدأ إلى نسب الإشغال اللي كانت قبل الكورونا، وعام 21 وعام 22 هيكونوا مجرد عامين استشفاء لقطاع السياحة. بس بالعكس عام 2022 عام حصل فيه عكس توقعات تماما، وكانت انتعاش لقطاع السياحة. فمثلا من يناير لأكتوبر هذا العام تم استقبال أكثر من 11 مليون سائح لدبي، وتم تنفيذ وتنظيم 99 فعالية. فده عمل انتعاش لنسب الإشغال بشكل عام لكل الفنادق في الدولة، بالأخص لينا إحنا كمجموعة فنادق فيرمونت. نسب الإشغال والإيرادات كانت الأعلى في الست سنوات الماضية. فعام 22 مش مجرد عام استشفاء، ده كان أفضل عام في خلال الست سنوات الماضية. منكم توفيق، وأكيد هذا الشيء يبين أنتم كذلك متميزين من خلال خدمتكم. اليوم إحنا قاعد نتكلم عن فنادق فيرمونت في دبي وعجمان والفجيرة مثل ما قلنا، واليوم حكومتنا الرشيدة أجمل شتاء في العالم ونظرتها إلى دار الأمان عجمان. أكيد هناك تجهيزات تقومون فيها وخطة وضعتوه في فندق فيرمونت اللي موجود في عجمان. بالفعل تطبيقا لتوجيهات القيادة لتسليط الضوء على إمارة عجمان، إحنا كفريق فيرمونت بتعاون مع هيئة تنشيط السياحة في إمارة عجمان اللي بتقوم بدور كبير جدا في الترويج للسياحة في عجمان والفنادق اللي موجودة في عجمان. تم طرح عدد كبير جدا من البرامج الترويجية والماركتينج كامبين لعملائنا داخل الدولة والعملاء خارج الدولة في معظم أنحاء العالم، في إنجلترا، في الاتحاد السوفيتي، في دول أوروبا، لفتح أسواق أكبر وأجدد لإمارة عجمان. نعم. وده طبعا تزامنا مع انطلاق حملة أجمل شتاء في العالم. جميل. وطبعا يوم نذكر مهرجانات، حملات، هالأمور هاي كلها تشمل العائلة والأطفال كذلك، ما ننساهم يعني. أكيد. فخبرنا شو مجهزين حق الأطفال والعائلات. احنا بالنسبة لنا كمنتجعات العائلات والأطفال هم أهم، يعني أكتر حاجة بنركز عليها. فدايما احنا بنحرص ان يكون في الفاميلي رومز او الغرف العائلية والسويتات العائلية دايما يكون عليها تخفيض،
وبالنسبة للأطفال إحنا عاملين في المنتجات عندنا إن أي عائلة معها أطفال سنهم أقل من 13 سنة بيقدروا يستفيدوا بالإقامة المجانية والوجبات المجانية. جميل. بالإضافة لده البرامج الترفيهية المخصصة للأطفال والتيم أو الفريق المتخصص للتعامل مع الأطفال وتنظيم ليهم برامج ترفيهية. عندنا حمامات سباحة خاصة للأطفال، عندنا أكوا باونس على الشط للأطفال والكبار برضو بيقدروا يستخدموها، طبعا كيدز كلاب موجود، البلاي يارد، وطبعا ما ننساش في الوجبات في البوفيه دايما بيكون في كورنر خاص للاطفال بالوجبات اللي بيحبوها. طبعا دايما العائلات يوم يسيرون فنادق مع اطفالهم دايما يفكرون في الاكل الخاص بالاطفال. انت ذكرت انه في كورنر خاص، ولكن شو بالنسبه للمطاعم الاخرى؟ هل في خيارات ثانيه للاطفال؟ بالطبع احنا عندنا حوالي اربع، مثلا في عجمان في اربع مطاعم، لو هم حاجزين الاقامه الشامله بيقدر يستخدم المطاعم في اي وقت خلال اليوم في اي وجبه. في عندنا المطعم التركي، عندنا المطعم الايطالي، عندنا على حمام السباحه البيتزا والبرجر والحاجات دي كلها موجوده برضو على حمام السباحه اثناء اللعب او البرامج الترفيهيه. حتى تلقى العائلات يختارون الفنادق اللي فيها خيارات للاطفال اكثر من يعني من اهتمامهم بنفسهم. اول شيء يشوفون اذا في وجبات متوفره للاطفال، اجازه ويطلعون عيالهم من المكان هذا عشان يترفهون. زين استاذ احمد، خلينا نتكلم كذلك اليوم عن الفعاليات اللي موجوده في فرع الفجيره. شو الفعاليات اللي موجوده؟ بالنسبه إمارة الفجيرة هي إمارة طبعا مميزة، إحنا كلينا إحنا كمننا شغالين في دبي بنفكر دايما لما نيجي نبعد عن الشغل أو سرير الشغل بنطلع إمارة الفجيرة، ففي دايما شغف وحب لإمارة الفجيرة. حتى من قبل عملاء أنا برا في الفعاليات خارج الدولة الخاصة بالقطاع السياحة بنتكلم دايما بشغف عن إمارة الفجيرة. بس إمارة الفجيرة طبعا بتتميز بموقعها، المنتجع بتاعنا أو معظم المنتجعات اللي موجودة في إمارة الفجيرة محاطة بين الجبال والبحر، ومنتجع الفجيرة أيضا أو منطقة إمارة الفجيرة حاليا إحنا بنركز من الأسبوع القادم لحد نهاية العام الأجواء كلها والديكور والمأكولات في المطاعم كلها تتميز بالكريسماس واحتفالات رأس السنة للنزلاء أو المقيمين اللي هيكونوا جايين من خارج الدولة يحتفلوا بهذه المناسبة، بنحاول نوفر لهم الأجواء لرأس السنة. جميل. الكثير حاطين آمال على عام 2023 بأنه سيكون عام أفضل من عام 2022، شو بالنسبة لكم؟ شو توقعاتكم؟ بالفعل عام 2023 احنا بننظره برؤية تفاؤل وشايفين اوريدي ان احنا على مشارف عام 23، فمتوقعين ان شاء الله عام 23 يكون افضل من عام 22 اللي هو كان عام ممتاز بالفعل ان شاء الله. احنا قاعدين نشوف بعض الصور يمكن تعلق عليها الاستاذ احمد، هذه الصور يمكن خاصه لفنادقكم مثلا فيرمونت عجمان، ديت الفيو بتاع كل الغرف السويتات اللي موجوده في فيرمونت عجمان، اي جيست هيكون موجود ده الفيو اللي بيكون موجود عنده من الغرف. منظر جميل ومكان جميل والواحد يستانس فيه. هو نفس المنطقة هاي بعد في إمارة عجمان، إمارة عجمان ده فندق عجمان هو أكتر فندق مميز في الإمارة كلها. زين الحين أكيد المشاهدين يطالعونا يقولون أبغي نعرف متى الخصومات اللي تكون في فنادق هي أوريدي موجودة. وحاليا مثلا فيرمون دبي، أحب أبلغ حاجة عن أو أعمل هايلايت على فيرمون دبي. فيرمون دبي هو أول فيرمون أو فندق لفيرمون البراند الكندية العالمية في الشرق الأوسط كلها، فهو اوريدي تم بناء الفندق عام 2002، بس عام 2021 تم تجديد الفندق بالكامل، جميع الغرف السويتات تم تجديدها. وموقع فندق دبي اللي هو مقابل مركز التجاره العالمي للمؤتمرات اللي هو اوريدي مركز التجاره العالمي للمؤتمرات، عمل كونفيرم ان هيكون في تنظيم حوالي 200 فعاليه ما بين عام 2023 و2024، متوقع زياره اكثر من 77 الف زائر للفعاليات ديت. واحنا كفندق اعتبر اول فندق يستفاد من اي فعاليه موجوده في دبي، لان احنا الجهه المقابله دايما موقع استراتيجي بالظبط. فبالفعل اول فعاليه هتحصل في يناير القادم ان شاء الله، احنا نسبه الاوكيبنسي عندنا او الاشغال 98%، فاحنا شبه فل، فان شاء الله جداً. عام 2023 بادئ قوي جميل. طبعا انا من الناس اللي وايد تهمهم المطاعم، يعني يمكن هذا السؤال مو موجود في الأسئلة يعني نوعا ما. أنا وايد أحب المطاعم وأقدر الطعام الجميل والمطاعم يعني الجميلة. خبرني شو هي أهم المطاعم الموجودة عندكم في فيرمونت، وخبرني عن الكوزينز الموجودة تفاصيل أكثر. تمام. مثلا هنتكلم عن دبي، إحنا في دبي عندنا 11 أوتلتس أو مطعم وكافيه معظمهم عالميين، يعني مثلا عندنا مطعم الكريك الأوبا الموجود في دبي، عندنا مطعم بيسترو 90، مطعم إيطالي موجود عندنا في البوفيه عندنا أو المطعم الرئيسي،
كل يوم الشيف بيعمل ثيم مختلف من كل دولة، اليوم الآسيوي، اليوم التركي، اليوم العربي، فدايما في تنوع. بالنسبة لعجمان بيتميز في عندنا مطعمين، مطعم تركي ومطعم إيطالي، بيجي عليهم طلب كتير من الإكسباتس الموجودين في الدولة. بالنسبة للفجيرة اوريدي يعني يعتبر من افضل السي فود ريستورانت الموجوده في الاماره. نعم. كوبر لوبستر ده عليه كوبل غير عادي خصوصا بروحه يعني صراحه فده بيقدم وجبات او بيقدم مأكولات بحريه مميزه جدا، فبدأ من عليه اقبال عالي ان شاء الله. بنشوف يوم مفتوح عندكم في فيرمونت مكتوب الشيف لميس، بنشوف اكيد لميس بنسوي احنا اول مصر على اسف يعني انا اخذ الموضوع على اكثر انه هو هوايه يعني. نعم. بس ما اتوقع يوم احنا عندنا بنعمل من وقت للتاني كوكينج كومبيتيشنز. نعم. فالمرة كان الشهر اللي فات في عجمان، ممكن لو عملناه تاني في عجمان او دبي فنبعت لك دعوة ان شاء الله. ممكن معناته اكيد بعد عندكم فعاليات اخرى حابة تخبرنا عنها. او بالنسبة للفعاليات الفترة اللي جاية لحد اخر العام معظم الفعاليات كلها على كريسمس والنيو يير. بالعكس احنا مش مكملين لحد اخر الشهر بس او اخر السنة، لان في الكريسمس والنيو يير بتاع الاتحاد السوفيتي اللي هو هيكون. نعم. في شهر واحد من 7 لحد 11 او 12 يناير. جميل. احنا مكملين الاحتفاليات. جميل. وراس السنه شو عندكم؟ اكيد راس عندكم السنة احتفال عندنا يعني برامج كثيره مختلفه خلال اليوم بتاع راس السنه، بالاضافه طبعا في اماره عجمان واماره الفجيره الفيو بتاعنا على البحر، فبيكون في الالعاب الناريه موجوده كمان. زين. انا ابغي دام انتم متواجد ابغي اخذ بعض الاسرار الفنادق يعني اسرار متى تكون في خصومات بالفنادق، يعني متى تضعون الخصومات مش انتم بس كفنادق بشكل عام؟ هو الخصومات دايما موجوده. نعم. او حتى لو هي مش خصومات اسعار بتبقى مزايا. نعم. بنفيتس بتستخدمها خلال في الصيف طبعا بيبقى فيه عروض اكتر في الفترات مثلا ديسمبر حاليا اللي هو الاسبوع اللي هو قبل الكريسماس ونيير، لان كل الناس اللي بتيجي من بره هيقول انا هاجي في فتره الكريسماس او هاجي في فتره النيير. نعم. فمعظم الفنادق في حاليا في الاماره عامله تخفيضات الاسبوع ده، ومثلا الاجازه بتاعه المدارس بدات الاسبوع ده، ففي برضو تخفيضات للعائلات بدل ما يطلعوا بره الدوله، فبنعمل تنشيط للسياحه الداخليه. بس احنا يوم الاجازات التذاكر الطيران بالضبط لو صغيره. نعم. بس بالنسبه للفنادق انا بتكلم عن الفنادق بنعمل دايما تخفيضات في الفتره دي، لان احنا نحس الناس ان هي تستمتع بالسياحه الداخليه والفنادق اللي موجوده والمزايا اللي موجوده. هل ممكن يكون في اختلاف للشخص او سائح خارج دوله الامارات راح يجي للامارات راح يكون له مبلغ مختلف للشخص اللي عايش في دوله الامارات؟ مثال يعني اللي بي من هناك بياخذ ب 200 درهم وانا باخذها اللي في الامارات ب 300 درهم، هل بالفعل هذا حقيقي اللي قاعد يسمع؟ مش بصورة واضحة. وكل حكاية ان احنا بنحاول ان احنا بنساعد الشخص اللي هيجي من خارج الدولة، ان بيكون بتكلف انشورنس عليه، تأمين فلايت اكسكيرشنز، فبنحاول ان يبقى فيه باكيج كامل. باكيج كاملة. نعم. مجرد بس ان هو بيكون من ضمن الباكيج، مش مجرد ان هو ارخص او شيء، بالعكس ده بيدفع اكتر بكتير من. نعم. الاكسباتس او المواطن اللي عايش في الدوله. بالنسبه للاسرار ذكرت بعدين ابو اسرار ثانيه اذا ممكن تخبرنا عنها. طيب اسرار الحجز، يعني احيانا يقول لك مثلا شخص حجز عن طريق بوكينج والشخص الثاني حجز عن طريق موقع ثاني، حصل هني سعر ارخص عن هني مع انهم نفس الغرفه، طيب كيف؟ انا هقول لحضرتك. نعم. مثلا لو هنتكلم عن اماره عجمان والفجيره اللي ان عليها طلب كبير جدا للسياحه الداخليه، السعر هتلاقيه على البوكينج، هتلاقيه عن طريق شركة السياحة، هتلاقيه عن طريق أي مكان نفس السعر. نعم. بس لو حد جاي من خارج الدولة بيفضل أنه يحجز عن طريق شركة السياحة، لأن شركة. نعم. السياحة بتحجز مجموعات، يعني مثلا شركة السياحة بتعمل حجوزات يومية للفندق جروب كامل. بالضبط. فبيدايما بليهم مزايا إلى حد ما في السعر، لأن هما بيضيفوا خدمات تانية زي الرحلات، الإكسكيرشنز، المأكولات خارج الفندق، مسرح، بيضيفوا حاجات تانية، فبنحاول نوفر لهم سعر أفضل من السعر اللي هو هيكون ليلة واحدة أو شخص هيجي مرة واحدة ومش هيجي تاني، مثل الشخص اللي يشتري بالجملة يعني. نعم. جميل. أستاذ أحمد وأنت داش يمكن مؤسسة دبي للإعلام، شفت ما شاء الله في فعاليات عنا خارجية كانت. أي. عطور وشركات سياحة مشاركين اليوم، صار لهم يومين أمس واليوم موجودين.
هل انتم مشاركين في هذه الفعاليه ولا لا؟ احنا المره دي لا، بس شاركنا المره اللي بس احنا باك تشارك اليوم ويانا هنا على الهواء. نبغيك تعطي حق المشاهدين على الهواء. نبعث لكم ان شاء الله خصومات خاصه. خصومات خاصه افتراضيا يستاهلون. لا بالعكس، وانتم ما تقصرون الصراحه في، اذا اتكلم عن فنادق في رومنت، فنادق راقيه موجوده في دوله الامارات، والكل يتمنى يكون متواجد فيها. حتى يمكن كنا نتكلم تحت الهواء، اقول لك انا يعني انا كثير ازور دبي وازور الامارات الثانيه، فنتمنى احنا نكون في فيرمنت، لان في انا اعرف شخص يعني يداوم معانا كذلك يقول انا ما اسكن الا في فيرمنت. ليش؟ لان فيها مميزات جميله. شو اللي يميز دائما فيرمنت عن الفنادق الثانيه؟ احنا دائما الاستراتيجي عندنا ان احنا دائما بنرتقي بالخدمات بتاعتنا، الكواليتي بتاعت الخدمه. لو جست احنا عارفين الجست بيجي بصفه دائما بيكون في ريكوجنيشن بالاسم، بيحب ايه، الغرفه بيحبها في دور عالي في دور قليل، بيحب اللون المفضل ليه، الاكلات المعينه اللي بيحبها، اطفاله عندهم بيحبوا حاجه معينه، فدايما بيبقى فيه بيحس ان هو فعلا في بيته او في مكان فعلا عطيله كل ما هو يتمناه، فعشان كده بيكون مميزين. الدلعون الضيف بالعربي يعني، هذا التفاصيل من صغيره لكبيره. جميل جدا، يلا ان شاء الله نزوركم قريبا. طبعا كان معنا في هذا اللقاء الجميل احمد عبد ربو، وهو مدير المجموعه للمبيعات والتسويق في فنادق فيرمونت.